ترانس جندر يعني. عايزه تبقى راجل. طيب دكتور معلش، هو الحالات اللي بتبقى زي كده بتستدعي انها تحتجز في المستشفى يعني؟ لا طبعا، هي جايه لنا عشان عندها ديب ديبرشن ومحاوله انتحار، وحسب كلامها هي بقالها سنين مستنيه تعمل العمليه وعمل التقرير، والمفروض انه يتعرض على لجنه النقابه. واترفض. لا اترفض ايه، هي اللجنه بتجتمع اصلا، وده بسبب ان السيد مندوب الازهر ما بيروحش اللجنه دي بقاله سنتين. نعم، انا اول مره اعرف انه الازهر له مندوب في لجنه النقابه. طبعا، ودينيا في فتوى بتقول ان من حقها تعمل العمليه، وخصوصا لو هي مش قادره تتكيف مع جسمها كست. مالك؟ مالي ايه؟ يعني بتلخبط شويه. يعني انا قريت طبعا عن التحول الجنسي، بس معرفش، يمكن علشان دي اول مره اقابل حاله منه كده قدامي. وهو كويس انها وقعت من ورعتي انا. خدي وليد، الكتاب ده هيفيدك جدا في حالات الترانس جندر. اوكي. طيب دكتور، الحالات اللي بتبقى زي كده بتبقى ليها اسباب عضويه يعني، او مسببات نشأة او تربيه؟ لا، كل الحكايه ان العقل بيبقى رافض التعامل مع الجسم بشكل حاسم وقاطع. في ناس عندها امراض نفسيه بتسبب لها بعض الضلالات، بس ما بيتهيأليش هنا من النوع ده، لانها عملت لنفسها تقرير وراحت لدكاتره ومستنيه العمليه بقالها كتير. تهيألي الدكتور اللي كان متابع حالتها اتاكد كويس قوي ان هي ما عندهاش النوع ده من الاعتقاد الخاطئ. طيب يا دكتور، في الحاله دي احنا دورنا هيبقى عامل ازاي بالظبط؟ يعني هنحاول نقنعها انها تحب نفسها كست، ولا هنخليها تقبل تعيش كراجل في جسم ست؟ احنا الاول هنعالجها من الاكتئاب ونشيل الافكار الانتحاريه من دماغها خالص، وبعد كده بقى نشوف هنساعدها ازاي في المشكله الثانيه وهي الاكبر. نثبت العقل. انا ايه اللي خلاني اشتغل الشغلانه دي؟ الو، حياتك الباية. بترد عليا بعد يومين؟ هعمل لك ايه؟ انت بتعزيني في ابويا على الواتساب؟ عشان عارفه انك مش موجوع قوي، وبعدين لو كنت محتاجني كنت هتلاقيني واقفه جنبك اول واحده. طب يا ستي، لو من باب حتى تأدية الواجب. تأدية الواجب من ورا القلب نعملها مع الاغراب، والمفروض انت مش غريب. انا اتصرفت قد الموقف، وبعدين انت زعلان ان انا ما كلمتكش. انت اصلا مش عايز يكون في بينا اي اتصال. بس انا ما قلتش حاجه زي كده. بس تصرفاتك كلها بتقول كده يا سليم، واصلا مفيش حاجه ممكن. سليم، باقيه في حياتك، شد حيلك. ها، مين عايز يلون تاني؟ انت مفيش حد جاي يزورك النهارده؟ لا يا شيخه، احسن عيد وعايزين ننبسط. بما انه العيد ده بتاعنا، فعلا اللي هقرر مين هيلون ازاي. ايه انتي مجنونه رسمي؟ خلاص العيد ده بقى بتاعكم. طب خدي بقى لونيهالي جانجو. ايه جانجو ده؟ جانجو. مش معقول يا ملك، مش معقول، يعني كله ارقام وبنوكوا دلوقتي. انتوا بقى كل واحد يلون اسم حد بيحبه على البيضه دي. انا عن نفسي هكتب عليها اكيد اسم رؤى يعني، وبعد كده نشوف بقى نلونها ولا ناكلها ولا ايه. انا بقى ماليش في البيض النهارده خالص، انا في لحمه مستنيها بقالي شويه. انا اول مره اشوفه. مين ده؟ ده ولد. ولد؟ بيتهيألي انت هنا بقالك كتير.
انا هصفع الخضه اللي خضتها لك من ساعه ما جيت. ممكن معلم.